السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ياسر البراك وهذه حلقة جديدة من شو نيوز من إعداد وجدان تشان. لذلك خلونا نبدأ في خبرنا الأول. كشف الموقع الرسمي لأنمي ناتسونو تايزيان صورة جديدة للموسم الثالث والقادم بعنوان كاميغامي نو جيكيرين، والمقرر عرضه في أكتوبر وبطاقم مختلف كليا، باستثناء طبعا الملحن هيروكي ساونو والذي هو لحن أيضا لهجوم العمالقة. وفي خبرنا التالي، كشف الحساب الرسمي لأنمي هايكيو عن صورة للحدث الخاص بالأنمي والذي سيقام في 22 من سبتمبر. في خبرنا التالي، تم الكشف عن أن مانجا هاروماتسو بوكورا ستنتهي خلال فصلين، إذا لم يكن هناك أي تأجيل فستنتهي في 24 من سبتمبر القادم. القصة عن ميزوكي والتي تحلم دائما بالخروج من صدفتها وإيجاد أصدقاء عندما تصبح في المرحلة الثانوية، ولكن تصادف فجأة مجموعة من 4 فتيان وسيمين من فريق كرة السلة وتبدأ حينها حياتها بالتغير. حصلت المانجا على فيلم واقعي تم بدء عرضه في ديسمبر الماضي واحتل المركز السابع في شباك التذاكر الياباني. في خبرنا الرابع، كشف الموقع الرسمي لأنمي ريزيرو عن العرض الدعائي الثاني بالإضافة للصورة الظاهرة أمامكم للأوفة الثانية القادمة للسلسلة. الأوفة ستكون بعنوان فروزن بونز وستدور حول لقاء إيميليا مع باك، حيث سيتم عرضها في السينما اليابانية في 8 نوفمبر القادم. الأنمي تم عرضه في أبريل 2016 وتكون من 25 حلقة، كما حصل على أوفة أولى تم عرضها في 6 أكتوبر، كما تم الإعلان عن حصول الأنمي على موسم ثان من دون تحديد الموعد. للي ما شاف ريزيرو فهو أنمي جميل عرض في 2016 وكان من الأنميات اللي سببت ضجة في تلك الفترة. الأنمي بالنسبة لي كان جميل وكان هناك نوع من الشد والربط في الأحداث، لذلك أنا من أكثر الناس اللي ينتظرون الموسم القادم لو أني إلى حد ما حرقت على نفسي وقريت جزء من الرواية. على كل حال، في خبرنا التالي، كشف العاملون على مشروع أوفات Prince of Tens Best Games عن موعد عرض الأوفة الثالثة والتي ستكون في 15 نوفمبر، وذلك بشكل محدود عبر السينما الياباني، ثم سيتم إصدارها لاحقا على أقراص بلوراي في 28 يناير من عام 2020. الموقع الرسمي كشف أيضا عن الصورة الخاصة بالأوفة وسيتم نشر عرض الدعاية عبر الموقع الرسمي يوم الاثنين القادم، وذلك في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت مكة المكرمة. الأوفة ستستعرض المباراة بين شوسكي فوجي وأكايا كيريهارا من بطولة كانتو، واستوديو MSC سيتولى الإنتاج مع المخرج كوشيرو كاواغاشي وهو مخرج أنمي مايوتشيكي. كما ستتضمن الأوفة عودة منسق القصة ميتسوتا كاهيروتا ومصمم الشخصيات أميهارو إيشي وملحن الموسيقى شيرا واتانابي. سلسلة برينس أوف تنس هي تقريبا أفضل أنمي تكلم عن رياضة التنس. القصة كانت ممتازة جدا، الأحداث كانت تشد وجميلة وحماسية، واحتوى كذلك على شخصيات جميلة جدا. وفي خبرنا الأخير، كشف حساب رسمي لأنمي فايولت إيفرغاردن على تويتر عن صورة بالإضافة إلى التأكيد على أن الأنمي ذو القصة الجانبية فايولت إيفرغاردن غايدن أينو تو جيدو شوكي سيعرض في موعده المحدد في اليابان في 6 سبتمبر، كما تم الإعلان سابقا بأن الفيلم سيتم عرضه في مؤتمر أني ماجيك في مدينة مانهايم في ألمانيا وذلك في 3 أغسطس القادم. الأنمي الجانبي يختلف عن الفيلم الجديد والذي سيعرض في 2020 والذي ما يزال مصيره مجهولا بعد أحداث حريق استوديو كيوتو. المخرجة هاروكا فوجيتا مخرجة الأنمي التلفزيوني كانت قد تولت إخراج هذا الأنمي ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول القصة إلى الآن. ختاما، هذه كانت أخبار الأسبوع الماضي. لا تنسوا أن تشكروا جدانا على هذه الحلقة. أنا ياسر البراك، ولا تنسونا من اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم.